نكمل مع بعض الشباب المسألة بتاعت دليل التقويم. بيقول لي في المسألة دي أوجد قراءة الأميتر، تمام؟ فأنا أشتغل على النقطة سي وأطبق عليها قانون كيرشوف الأول، بس قبل ما أطبق قانون كيرشوف الأول لازم أجمع شوية المقاومات ده أخليها مقاومة واحدة. هكتشف إن المقاومة 2 و4 توالي مع بعض يبقوا 6، والأربعة والتمانية توالي مع بعض يبقوا 12، 12 و6 توازي مع بعض يطلعوا 4 أوم. هطبق قانون كيرشوف الأول عند النقطة سي، هلاقي إن أي 1 زائد أي 2 هما اللي داخلين النقطة سي بيساوي أي 3. وقبل ما اطبق قانون كيرشوف برضو الاول لازم احدد اتجاه التيار في كل مقاومه. انا عندي مقاومه 7 هنا، بدايه من النقطه دي التيار اي 1 ماشي في 7 وماشي في المقاومه الداخليه 1 اوم وماشي في المقاومه 12 اوم لحد النقطه سي، واي 2 ماشي في الفرع اللي في النص اللي هو المقاومه 10، واي 3 ماشي من النقطه سي لحد نهايه النقطه دي، يعني ماشي في المقاومه الداخليه 1 اوم و5 والمجموعه ديت اللي هي 4 اوم. هطبق قانون كيرشوف الثاني على المسار 1. لو انا افترضت المسار هو اللي فرضهولي عكس عقارب الساعة، وبالتالي هلاقي ان البطارية الوحيدة اللي موجودة عندي ماشية في اتجاهي عكس اتجاهي، وبالتالي تبقى سالب 20، ما عادش في بطاريات تاني يساوي. نشوف اي ار. انا عندي مقاومة 4 ومقاومة 5 ومقاومة 1 بيمر فيهم اي 3 يبقوا 10 اي 3، ولكن التيار عكس ما انا ماشي، يعني انا شايف عكس المسار ازاي، يبقى انا ماشي عكس المسار يبقى سالب 10 اي 3. والمقاومة اي 2 بيمر فيها تيار قدره، المقاومة 10 بيمر فيها تيار اي 2 وبرضه ماشي عكسي، يبقى سالب 10 اي 2، ودي المعادلة رقم 2. اطبق المسار الثاني على المعادلة ديت برضو، ادي المسار 2 وبرضه اشتغل بالقانون سيجما في باتري بتساوي سيجما اي ار، برضو البطارية الوحيدة 30 وماشية عكسي يبقى سالب 30 بيساوي. المقاومة 1 اوم 7 اوم 12 اوم بيمر فيها اي 1 والتيار ماشي زي بالظبط يبقى 20 اي 1، والتيار اللي ماشي في المقاومة 10 اوم ماشي عكسي، انا بلف في المسار كده والتيار ماشي عكسي يبقى سالب 10 اي 2، ودي المعادلة الثالثة. بنفس الطريقة اللي احنا اتعلمنا بيها نحل الثلاث معادلات على الآلة الحاسبة، هنكتشف ان اي 1 بتساوي سالب 8 من 10 امبير، اي 2 هتساوي 1 و4 من 10 امبير، اي 3 بتساوي 6 من 10 امبير. انا لحد دلوقتي يعتبر لو المساله عليها جزء من الدرجه، انا في جزء من الدرجه فايتني لان هو ما قاليش اوجد الثلاث تيارات، قال لي اوجد قراءه الاميتر. اقول له اذا قراءه الاميتر هتساوي 8 من 10 امبير. طب ازاي ده طلع لي سالب؟ انا عايز اوجد قراءه الاميتر وليس اتجاه التيار. يعني ايه التيار سالب؟ يعني ماشي في عكس اتجاهه. طب اتصرف ازاي؟ مش اي حاجه خالص، انا التيار هسيبه زي ما هو وكل حاجه تمام، يعني التيار اللي ماشي ده يعتبر سالب 8 من 10 امبير وشكرا. اما الاميتر هو بيقرا كام؟ قراءته كام؟ هتبقى 8 من 10، لان لو تفتكر الاميتر ده كان عباره عن جلفانومتر وتحول الى اميتر وصفر تدريجي في المنتصف، يعني لو التيار بيعدي هيبقى هنا مثلا 8 من 10 امبير، او لو بيعدي في عكس الاتجاه فاذا هنا 8 من 10 امبير. انا عايز اوجد قراءه الاميتر، وبالتالي ما تقلقش اذا كان التيار طلع معاك سالب، قول له قراءه الاميتر بتساوي كذا، يبقى قراءه الاميتر بتساوي 8 من 10 امبير. طيب ده المطلوب الاولاني. المطلوب الثاني كان عايز يقول لي اوجد فرق الجهد بين النقطه A و B. لو نفتكر النقطه A و B كانوا عاملين ازاي، كان في هنا مقاومه، هنفصل بس الجزء اللي احنا كنا جمعناه، كان في تيار هنا جاي دي النقطة واي لو تفتكر، وكان في تيار اي 3 اللي هو 6 من 10 امبير، هيجي يتقسم هنا المقاومة دي 2 اوم ودي النقطة ايه، وادي 4 اوم وهنا 8 اوم ودي النقطة بي ودي 4 اوم. فيقول لي اوجد فرق الجهد بين النقطة A و B. لازم الاول اقسم التيار اللي 6 من 10 امبير ده عشان اعرف التيار اللي بيعدي في المقاومه 2 بكام، والتيار اللي بيعدي في الفرع اللي تحت بكام. هسمي التيار الفرع اللي فوق ولنفرض اي 4 والتيار الفرع اللي تحت اي 5، وبالتالي بقانون تقسيم التيارات اي ار داش بتساوي اي ار لكل فرع، ده التيار اللي داخل يتقسم. التيار اللي داخل يتقسم هنا 6 من 10 امبير، في دي مقاومة الفروع اللي هتقسم فيها التيار، التيار هتقسم بين الفرعين دول، المقاومة الكلية بتاعتهم 4 اوم بيساوي.
انا عايز اجيب تيار اللي فوق اي 4 في الفرع كله، الفرع كله 6 اوم، وبالتالي اي 4 هتطلع 4 من 10 امبير، اذا اي 5 هتساوي 2 من 10 امبير. طيب احلها ازاي؟ عندي طريقتين حل برضو لفرق الجهد بين النقطتين، يا اما نشتغل بالقانون سيجما في باتري بتساوي سيجما اي ار، ويا اما بنشتغل بالقانون سيجما في بتساوي صفر. هنا في الطريقه ديت احنا شغالين على الاتجاهات، وبالتالي انت ورزقك تطلع فرق الجهد موجب فرق الجهد سالب، بس الطريقتين هيبقوا صح. وهنا هنشتغل على الاشارات، وهنا مستحيل تغلط لانها هتجيب لك فرق الجهد بين النقطه A وB صح. الطريقه ديت ان احنا لازم يكون المسار مغلق، لازم، اما دي ممكن تشتغل على مسار مفتوح عادي جدا مفيش مشكله خالص. عشان هنا ممكن عشان نحل بالطريقه ديت لازم نغلق المسار ونفرض بفولتميتر، وعشان هتعتبر ان الفولتميتر ده كانه حاجه مجهوله اسمها اي ار، والاي ار دي كانها مجهوله هتعتبرها لازم يبقى في اتجاه للتيار، وبالتالي هي بقى المشكله فينا بقى ان احنا لازم نفرض اتجاه للتيار، تمام، بحيث ان يكون في احنا شغالين على الاتجاهات. طب انا مدرس وعارف ان اتجاه التيار المفروض يبقى النقطه ايه اعلى جهد، طب انت في الامتحان حطيت التيار ماشي من بي لاي او من اي لبي، وبالتالي النتيجتين هيطلعوا صح، هو فرق الجهد بين النقطتين زي ما احنا اتفقنا ان في نقطه اعلى من التانيه بمقدار فرق الجهد وخلاص، يعني ما يهمنيش مين النقطة الأعلى جهدا. وبالتالي لو أنا هستعمل سيجما في باتري بتساوي سيجما أي آر، لو خدت المسار ده كده ما عنديش مقاوم بطاريات، فيبقى صفر بيساوي التيار ده ماشي عكسي، يبقى 4 من 10 في 2 ب 8 من 10 وبالسالب، التيار ده ماشي معايا يبقى 2 من 10 في 6 في 8 هيبقى موجب 1 و6 من 10، وفرق الجهد بين النقطة A و B هعتبره مجهول اسمه اي ار سالب عشان ماشي عكسي سالب في اي بي. لو جمعنا الاثنين دول هنلاقيهم موجب 8 من 10، هاخد دي الناحية التانية بإشارة مخالفة، فإذا في اي بي بتساوي 8 من 10 فولت. دي طريقة. الطريقه الثانيه اللي احنا لازم نحط اشارات، التيار هينتقل في المقاومه 2 من النقطه دي للنقطه دي تبقى دي موجب وسالب، التيار هينتقل في المقاومه 8 في الاتجاه ده، فاذا ده موجب وده سالب، واخر اشاره بمر عليها اكتبها. هبدا من عند النقطه A، لو لما امشي من عند النقطه A فانا واقف عند النقطه A عندي جهد اسمه في A، هتنقل من A اروح عند النقطه دي هعدي على موجب 2 في 4 من 10 ب 8 من 10، وبعدين هعدي من النقطة دي للنقطة B هعدي على جهد 8 في 2 من 10 بسالب عشان آخر إشارة عدى عليها سالب 1 و6 من 10 لحد ما أوصل عند جهد النقطة B. جمع الاتنين دول هيطلعوا سالب 8 من 10، انقلهم هنا وانقل دي مكان دي هنا، فتبقى VA ناقص VB هتساوي 8 من 10 فولت، يعني معنى كده إن فرق الجهد بين النقطة A و B هيساوي 8 من 10 فولت. طيب ده فرق الجهد بين النقطة A و B، ده المطلوب رقم باء. المطلوب رقم جيم بيقول لي أوجد جهد النقطة X. ده بقى لما يجي في امتحان آخر السنة أو في امتحان يقول لي أوجد جهد نقطة، لابد من وجود نقطة أخرى معلومة الجهد. اللي في المناهج بتاعتنا بيجيب لي العلامة دي، دي جهد الأرض، جهد الأرض عندنا في الفيزياء بيساوي صفر، تمام كده؟ وبالتالي هنفصل بس الجزء اللي احنا هنشتغل عليه، كان عايز جهد النقطة X، آدي النقطة X، كانت فيه هنا بطارية قدرها 30 فولت، وبعدين في مقاومة هنا 7 أوم، وفي مقاومة داخلية 1 أوم، وكان في فرع هنا كده، وبعدين في كان في فرعين فيهم 4 مقاومات تجمعهم 4 أوم، وفي النقطة واي اللي متصلة بالأرض. كان في هنا تيار اسمه اي 3 ماشي في الاتجاه ده، لو تفتكر كان قيمته 6 من 10 أمبير، وكان في تيار ماشي في الفرع ده اسمه اي 1 وكان قيمته سالب 8 من 10 أمبير. ايه ده، هنشتغل بالسالب؟ اه عادي جدا، احنا ما تقلقش معانا خالص السالب دي. هنعمل ايه؟ برضو هنشتغل على القانون ده، هو افضل قانون مستحيل تغلط في بتساوي صفر، لان ده يا جدعان شغال على الاشارات.
فرق الجهد بالنقطتين ما يفرقش معايا موجب وسالب، لان انا بجيب جهد نقطه ناقص جهد نقطه. يعني انا طلع معايا موجب يبقى انت طرحت جهد النقطه الاعلى ناقص جهد النقطه الاقل فطلع سالب، اما لو طلع موجب اسف، ففرق الجهد بالنقطتين سالب او موجب مش فارق معايا، الاثنين صح. اما جهد نقطه، النقطة دي لها جهد قيمة معينة، يا يطلع موجب يا يطلع سالب، يعني لازم تشتغل على ده لأن فرق الجهد بين النقطتين. أنا ممكن أقفل المسار هنا في فولتميتر وأشتغل وأنا ورزق بقى، يطلع موجب أهلا وسهلا، يطلع سالب أهلا وسهلا، بس الأفضل بكتير فرق الجهد بين النقطتين أو جهد نقطة، اشتغل على القانون ده. طيب أنا واقف عند النقطة إكس، ده سالب ده موجب، التيار ماشي كده، مالناش دعوة بقيمته، التيار ماشي كده أدي موجب سالب، التيار ماشي في المقاومة واحد موجب سالب، التيار ماشي في المقاومة 4 موجب سالب. ابدأ اشتغل. أنا واقف عند النقطة إكس، فأنا عندي جهد اسمه في إكس. هتنقل من النقطة إكس للنقطة دي في جهد عديت عليه موجب 30، وآخر إشارة بمر عليها بكتبها 1 و7 8. 8 آخر إشارة عديت عليها موجب، تمام؟ موجب 8 في سالب 8 من 10 هيبقى سالب 6 و4 من 10. كمان مرة، في مقاومة 1 و7 بيعدي فيهم نفس التيار، يبقى الاثنين دول توالي 1 و7 8 واخر اشارة موجب. طيب المفروض اكتب موجب، موجب ايه بقى؟ هضرب سالب 8 من 10 في 8 يبقى سالب 6 و4 من 10. طيب وهنا اخر اشارة عديت عليها موجب 4 في 6 من 10 ب 2 و4 من 10. وبعدين وصلت لجهد النقطة واي. طيب جهد النقطة واي اللي هو بيساوي صفر زي ما احنا اتفقنا، لو جمعنا الأرقام دي هتطلع موجب 26، يبقى في اكس زائد 26 بتساوي صفر اللي هي جهد النقطة واي، ودي 26 بإشارة مخالفة يبقى في اكس بتساوي سالب 26 فولت. دي مسألة مهمة جدا تقريبا جامعة كل الأفكار. يبقى أنا حلينا مسألة بتاعت القدرة المستهلكة في دوائر كيرشوف، دي مهمة جدا، والمسألة بتاعت 2016 اللي هي مسار مفتوح، وحلينا المسألة بتاعت دليل التقويم ديت. تقريبا كده جميع الأفكار موجودة عندك، دور على الأسئلة اللي واقفة معاك وأنا هحلها لك إن شاء الله بإذن الله. وشكرا يا شباب.